السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الأول متوسط، أهلا وسهلا بكم في أجوبة أسئلة مادة اللغة العربية امتحانات نهاية السنة 2023. أولا، الإنشاء اكتب في أحد الموضوعين الآتيين، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا إنشاء عن الإيثار. ثانيا، قال مصطفى المنفلوطي: كل عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل يصير. هذا إنشاء عن العلم. ثانيا، القواعد. بالنسبة إلى القواعد أعزائي الطلبة، خلينا نشوف الأسئلة ونحلها إحنا وياكم. ثانيا، القواعد. السؤال الأول، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا، استخرج اسم إن الله. ثانيا، ما علامة رفع الفعل يصلون؟ ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثلاثة، ما فاعل فعل الأمر صلوا؟ الواو. ما نوع العلم في لفظ الجلالة؟ الله علم، علم مفرد. فرع باء، عدد ثلاثة من العلامات التي نعرف بها الفعل المضارع، يكون أحد أحرف أنيت ودخول لم أو لن عليه، وكذلك يقبل سين وسوف في الاستقبال. السؤال الثاني، اختر الجواب الصحيح من بين الأقواس. أجيب دعوة المحتاج، ما تحته خط فعل الأمر مبني على يمن، يبنى فعل الأمر على حذف الضم، على العفو، على مبني على الضم، ماكو لا حذف النون ولا حذف حرف العلة. ثانيا، علامة نصب الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو هي الفتحة المقدرة، هذه اسم إشارة لمن؟ للقريب. هذه اسم إشارة للقريب. تاء أربعة، شاهدت الذين وصلوا إلى المدرسة، الذين اسم موصول يستخدم للجمع. خامسا، يقول أحد الأسماء الآتية اسم معرب: سيبوي، أنا محمد، محمد هو الاسم المعرب، خديجة أم المؤمنين، المؤمنين مضاف إليه، نوعه شنو؟ معرف بأن. السؤال الثالث، أجب عما يأتي، هل العبارة الآتية صحيحة؟ الفعل المضارع هو الذي يحصل في الحاضر والمستقبل. نعم صحيحة، العبارة صحيحة. نعرف الفعل الماضي عند تقبله لتاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. ثلاثة، أنتم رجال الغد، عين المبتدأ والخبر في الجملة السابقة. أنتم هي مبتدأ ورجال هي خبر. أربعة، هل الأفعال ليس ما دام أفعال جامدة أم يأتي منها المضارع والأمر؟ لا، أفعال جامدة. خمسة، تستعيد الشعوب الحرية بالكفاح، عين المفعول به، الحرية. سادسا، لا تخشى في الحق أحدا، ما علامة إعراب الفعل تخشى؟ إعرابه حذف حرف العلة الألف. ثالثا، الإملاء، استخرج التنوين وبين نوعه مما يأتي، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، فإنما أنت مذكر. مذكر إذا تنتبهون عليها مذكر هي، بس إحنا لا وقفنا عليها الصيغة الساكنة، تنوين الضم. قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، تكذيب تنوين الكسر. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما تنوين الفتح. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى، خير تنوين الضم. فرع باء، ميز بين واو الجماعة والواو التي من أصل الكلمة في الآيتين المباركتين الآتيتين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. دائما من يشوفون ألف على الواو يعني هاي ألف التفريق، هاي معناها إنها واو الجماعة. ثانيا، خذوا العفو وأمر بالعرف. خذوا العفو، العفو هنا هي أصلا من أصل الكلمة، هاي واو أصلية، لأن إذا أحذفها ما تصير. خط العبارة الآتية يعني خط واضح: وعد الله، وعد الله آت فلننتظر الفرج. هذا كل ما موجود في أجوبة هذه الأسئلة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.